الليل والقلم والفكر فيها عبرة، ويريد انسان قديم عنده خبرة، ويريد انقلم اللون الاسود حبرة، مع فكر في كل الاحداث يخمل، لانظاري نكشان مدعاه نكشة لبرة، ماضي عزيز قديم به اهتم نفراقه، مخلف كسر واحد جبرة والياس في غلاهم بالرخيص يثمس. الليل والقلم والفكر كان التمن يديرا من اهل ينزحان من جنب. صاحب اللي تلقاه وقت الكرب هذاك هو اللي صاحب صحيح الديرة، نقي معدنه صادق وواضح دربه، في شانك يضحي كل شي يديره، صاحب عزيز وفاهقك يسمر به ويحتار وين ينظر صاحبه في حيرة، حتى في المحاضر تذكراته في غربه وما يهم من يبقى ولي عشيرة، الموهم صاحب في الكدر والطربة صاحب صار الكسر هو الكبير. الليل والقلم والفكر كانت تمن يديرا من اهل ينزحن ويجب فيها عبرة، ويريد انسان قديم عنده خبرة، ويريد انقلم من اللون الاسود حبرة، مع فكر في كل الاحداث يخمل، لانظاري نكشان مدعاه نكشة لبرة، ماضي عزيز قديم به اهتم نفراقه، مخلف كسر واحد جبرة والياس في غلاهم بالرخيص يثمس. الليل والقلم والفكر كان التمن يديرا من اهل ينزحان ويجم. قال له فش الدير؟ قال له عندك الشيء. قال له صب لي طاسه. قال له شهيتي مره. قال له صب، الراجل عنده فاقد. تم يقول له صب المر. كان المر طاب. مش امر من فاقد الحبيب. حبيب. قلت له انا بيدي خليهم عقود. إن كانت ريت في حد يجود على هاد مانت خذت طق عود شرب المر جسمي يشتجاب كانت تقول يا صهات في الكبود نقول هذه في الكبود الرطب صدق. قال تفضل يقول لي ترافقه بشويش صدر نيته وما تحط في كتره جميع اسراره وتديرها مليك وينقلب عفريته ويجرد معاه جمله عداك معيال